السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قرر البنك المركزي اليمني تحرير سعر صرف الريال وتحديد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب. وأكد محافظ البنك منصر القعيطي في وثيقة على إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي 250 ريال للدولار الواحد، وانتهاج سياسة جديدة ستقوم على عدم التدخل في تحديد الصرف من قبل البنك المركزي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالات هذا التوجه ومبرراته، وتأثير قرار التعويم وتبعاته الاقتصادية. إذن يأتي قرار تحرير سعر صرف الريال في ظرف دقيق، ولن يكون دون تبعات خطيرة على الاقتصاد اليمني أو ما تبقى منه بعد أكثر من عامين من الحرب. تمضي مؤشرات هذا القرار باتجاهات مختلفة، منها ما يشير إلى أن السياسات النقدية للحكومة وصلت إلى طريق مسدود بعد ما يبدو أنه تخلي من قبل دول التحالف عن تعهداتها التي وعدت بها في وقت سابق. أما على الجانب الاقتصادي فبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذا القرار قد يشكل المسمار الأخير في نعش البنك المركزي. مشاهدينا، سنبدأ النقاش بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير. في تطور لافت، قرر البنك المركزي اليمني إنهاء الترتيبات المؤقتة لتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند حد 250 ريالا، وإعادة العمل بسياسة التعويم ابتداء من منتصف هذا الشهر. قرار البنك اتخذ إثر اجتماع عقده في 12 من أغسطس الجاري، وأكد فيه أن سياسة إدارة سعر الصرف قائمة رسميا على أساس التعويم وليس على ترتيبات التثبيت. القرار ألزم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن بالتعامل بسعر الصرف السائد في السوق للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى وفقا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مقره الرئيسي في عدن والمستندة إلى قاعدة إدارة سعر الصرف المعتمدة رسميا على أساس التعويم. وشدد البنك المركزي في قراره على أن تقييم مركز العملات الأجنبية من جانب البنوك يجب أن يتم على أساس نشرة الأسعار الصادرة عنه. هو أهم قرار يتخذه البنك بعد نحو عام من نقل مركزه إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن، وسط مخاوف من انعكاسات قرار كهذا على السوق ومن موجة جديدة من التضخم وارتفاع في أسعار الواردات نتيجة التدهور المتوقع في قيمة الريال. المراقبون عزوا إجراءات البنك المركزي الأخيرة إلى عجزه عن الاستمرار في التدخل لتحقيق الثبات الراهن في السعر المحدد ب 250 ريالا مقابل الدولار نتيجة تراجع احتياطه إلى نحو 700 مليون دولار. حالة من الشح في العملة الأمريكية عانت منها السوق اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفع بالبنوك وشركات الصرافة إلى تداول طبعات من الدولار تعود إلى الأعوام من 91 إلى 2001 قبل أن تختفي كما اختفت من قبلها الطبعات الأحدث من العملة الأمريكية. تحد اقتصادي جديد ستدفع كلفته الشريحة الأوسع في المجتمع التي تعاني أصلا من عدم توفر العملة النقدية الوطنية بسبب التوقف عن دفع المرتبات وانعدام الوظائف والجمود في حركة الاقتصاد. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من أنقرة الباحث في الشؤون الاقتصادية حسام السعيدي. سيد حسام، مساء الخير. سيد حسام، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد حسام. يعني تعويم للعملة، ماذا يعني أو ماذا تعني عملية التعويم بلغة بسيطة؟ بلغة بسيطة تعني أن يكون السعر محددا بناء على الطلب، قوة تفاعل قوة الطلب والعرض في السوق. هذا يعني إذا كان هناك طلب كثير على العملة الأجنبية سيؤدي إلى ارتفاع سعرها بطبيعة الحال، وإذا كان الطلب أكثر على الريال اليمني سيؤدي إلى ارتفاع سعره بطبيعة الحال. طبعا نظام التعويم هو واحد من 3 أنظمة معروفة عالميا. نظام التثبيت هو أن يكون هناك قيمة محددة لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهذا يسمى نظام التثبيت، وهو في الحقيقة نظام توقف العمل به إلى حد ما، ويحتاج إلى دول ذات مراكز مالية قوية لتنفيذه بحيث أنها تقوم بدعم سعر الصرف باستمرار. ونظام التعويم كما ذكرنا عنه هو نظام قائم على تفاعل الطلب والعرض. هناك نظام ثالث ونظام المدار، ويسمى أيضا النظام يعني هو جزء خليط من التعويم والتثبيت،
بحيث يكون هناك هامش للطلب أو للسوق، وهناك هامش لتدخل البنك المركزي في حال إذا ما تطرف السوق في بالنسبة للأسعار. نعم سيد حسام، إذا ما تحدثنا عن الأسباب التي دفعت الحكومة اليمنية والبنك المركزي لاتخاذ هذا القرار، ما هي الأسباب برأيك؟ في الحقيقة هذا القرار كان متوقع من قبل، وهو تحصيل حاصل لواقع يعني تستطيع مشاهدته أو ملاحظته من أي شخص. هناك سعر مزدوج في سعر الصرف في الواقع كان تقريبا في آخر أو في الأيام الماضية 370 ريال في السوق الموازية أو في السوق السوداء يعني، مقابل سعر رسمي 250 ريال، الفارق كبير جدا. بمعنى إذا استطعت الحصول من البنك المركزي عن مليون ريال ستبيعه في السوق السوداء وأنت ستكسب بهذه الطريقة أكثر من 100 مليون ريال. في هذه الحال طبعا كان الأمر هذا غير لن يستمر، لأن السعر المزدوج يعني ضرورة وجود احتياطيات نقدية كبيرة لدى البنك المركزي، وهذا الأمر غير موجود في السوق المحلية. أيضا أن في تصوري يبدو أن قرار السعر الرسمي لم يكن يعني يطبق في الحقيقة في الواقع، وإذا كان هناك مستفيدين فهم مستفيدين محدودين ربما على بالنسبة للبنوك أو أشخاص نافذين نستطيع أن نقول. أما المواطن البسيط أو الطالب أو المريض الذي يبحث عن الدولار فهو يبحث عنه في السوق ولا يجده إلا بسعر السوق السوداء ولا يستطيع الوصول إلى البنك المركزي. نعم. هذه الحقيقة، وبالتالي هذا الأمر كان تحصيل حاصل وكان أمر متوقع بسبب نقص الاحتياطيات وعدم قدرة. لكن هل من مسببات الأمر هذا نستطيع القول أنه فشل إداري أم أن هناك يعني ظروف فرضت هذا الأمر؟ بطبيعة الحال لا نستطيع أن نسقط المشكلة كلها على إدارة البنك المركزي. إدارة البنك المركزي هي واحدة من الإدارات التنفيذية التي تعمل، يجب أن يكون البنك مستقل ويجب أن تكون هي على رأس أو أن يكون على رأس السلطة النقدية. نعم. لكن في حقيقة الحال الوضع النقدي هو انعكاس أيضا للوضع الحقيقي، وضع السلع، وضع الخدمات، وضع الإنتاج، وضع الاقتصاد. فالبنك المركزي لا يستطيع تنفيذ مهامه بسبب الإمكانيات المختلفة الضعيفة الموجودة، سواء كادر بشري بعد نقل البنك كادر غير متاح، حتى نظام السويفت العالمي النظام المالي للبنك المركزي لم يتم تدشينه إلا منذ فترة قصيرة. ضف إلى ذلك أن التدفقات النقدية أو الإيرادات المالية التي كان يجب أن تصب إلى البنك المركزي لا تصب جميعها في قناة موحدة، وإنما هي في قنوات متعددة، وحسب الأنباء التي وصلتني بأن هناك بعض المؤسسات الإيرادية تقوم بفتح حسابات بالدولار في بنوك أخرى مثل البنك الأهلي والآخر. هذا الأمر لم يكن فقط في عدن وإنما أيضا موجود في الجهة الأخرى وهي في صنعاء، كان الأمر موجود من قبل. وحينما أراد البنك في بداية الأزمة البنك المركزي بقيادة بن همام تثبيت سعر الصرف، وفي حينها فشل واضطر بعد ذلك إلى تخفيض قيمة العملة، لأن التثبيت في ظل ومسألة الإيداع في بنوك أخرى هي عملية مخالفة تعتبر. نعم، ولكن هي هذا واقع، لأن المؤسسات ترد أو كانت ترد بأنها تريد الحصول على نفقات، والبنك المركزي لا يعطي هذه النفقات نظرا لأن هناك يعني لديه أولويات مختلفة مثلا. بطبيعة الحال طبعا في ظل وجود حيتان أو نسميها نحن هوامير أو يعني في السوق كبيرة، لا يستطيع البنك المركزي الوفاء بتثبيت السعر، لأن الأمر سيبتلع كل ما لديه من أموال. نعم. حتى وإن كان لديه مليارات كثيرة من المخزون. نعم. والاقتصاديون عادة يفضلون ارتفاع سعر الصرف على تبديد الاحتياطيات. سأعطيك مثال بسيط، مثلا في سوريا التي تمتلك تقريبا 25 طن من الذهب، انخفض سعر الليرة من 45 ليرة مقابل الدولار إلى 540، لكن ما زال الاحتياطي تقريبا قائم، هذا وفق تقرير لمجلس الذهب العالمي. بينما اليمن التي تمتلك 1 طن ولا نعرف هل ما زال موجود أو لا، بالتالي هي ما تزال يعني هناك أزمة حقيقية تواجه البنك المركزي، أزمة اقتصادية هيكلية ليست فقط أزمة نقدية. نعم. المسألة إذن لا نستطيع أن نقول بأن هناك فشل إداري، ولكن قد يكون هناك ضعف في الرقابة وفي إدارة هنا في هذه النقطة. نعم. والآن يعني في ظل عدم وجود قوة ضابطة لسوق العملة، كيف سيكون شكل العملة النقدية في البلد خلال المرحلة القادمة؟ في حقيقة الحال البنك المركزي اليوم أصدر نشرة بالأسعار الجديدة، وهي كانت نفس الأسعار الموجودة في السوق في اليوم الماضي، لم يحدث جديد. الآثار لن تكون مباشرة في الأجل القصير، ربما في الأجل الآن حينما يبدأ التجار في البحث عن الدولارات للاستيراد، أو يعني بشكل عام البحث عن العملة. أنا كان يفترض بهذا القرار الذي أصدر أن يصدر معه أيضا حزمة من الإجراءات التي تضمن على الأقل ما دام أن القرار قرار الواقع، أي فرضه الواقع، يضمن طمأنة السوق، لأن الآن هناك قوى طلب هذه إذا توجهت
في بحثنا عن الدولار في السوق سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار. وجود بعض الأمور التطمينية كان سيحد من الآثار السلبية، ومثلاً قد تعزيز المركز المالي للبنك المركزي نفسه إجراءات تطمينية حول توفير العملة الصعبة لبعض التجار مثلاً. في الحقيقة إذا هذا الأمر غير موجود والصورة الآن غير واضحة وممكن تتضح في المستقبل، ولكن كتوقع اقتصادي يبدو بأن الأسعار ستذهب إلى الارتفاع خصوصاً مع ارتفاع تكلفة الاستيراد. وفي حقيقة الأمر لأن الرقابة كما تفضلت هي رقابة ضعيفة، فإنه حتى في حال وجود كان السعر الرسمي ما زالت الأسعار في تصاعد ومعدل التضخم كان في تصاعد، إذن القرار هو تحصيل حاصل في حقيقة الأمر. السؤال هو ما الذي كان يجب أن يفعله البنك بعد إصدار هذا القرار؟ نعم، إذن أشكرك جزيلا الباحث في الشؤون الاقتصادية حسام السعيد، كنت معنا من أنقرة. ينضم إلينا الآن من عدن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي دكتور محمد حلبوب. دكتور مساء الخير. مساء النور والسرور. أهلا بك دكتور. قرار تعويم سعر الصرف لماذا الآن؟ قرار تعويم سعر الصرف هو تحصيل حاصل لما هو موجود في السوق. هذا القرار تأخر كثيرا، اتخذ في هذه الفترة بالذات حتى يحد من التقلبات الاقتصادية المتوقعة في الأشهر القادمة، وأيضا حتى يحد من فساد مالي يتم أو كان يتم باستخدام السعر الصرف السابق وهو 250، وحتى يتم تلبية المتطلبات التي يفترض أن تتم خلال الفترة القادمة من استيراد السلع الغذائية وغير الغذائية. القرار جاء متأخر، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. نعم، لكن بالحقيقة تحصيل حاصل. نعم، لكن قبل فترة كانت الحكومة تتحدث عن وجود وديعة سعودية بملياري دولار، هل قرار التعويم يعني أن هذه الوديعة لم تودع أصلا لدى البنك؟ لا أستطيع أن أجزم في موضوع الوديعة من وجودها أو عدم وجودها، ولكن أستطيع أن أقول أن الحكومة تمتلك احتياطي نقدي بالدولار يقترب أو يزيد عن 2 مليار، وهو ما قامت بتحصيله خلال الفترة الماضية، وبالذات من خلال عائدات الاتصالات والتي تصل إلى 350 مليون دولار سنويا لمدة 4 سنوات، وأيضا من خلال متحصلات بيع النفط. ولكن الحكومة لم هذه المبالغ التي تتحدث عنها دكتور وردت للحكومة أم للميليشيا في صنعاء؟ لا، هذه المتحصلات هي تم حجزها بقرار من رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد من دغر، وهي لا تزال في يعني في حوزة الحكومة بشكل أو بآخر، وهي تستطيع أن تكون احتياطي قادم إن شاء الله. أما بخصوص 2 مليار الذي حصلنا على وعد من المملكة العربية السعودية فلا أستطيع أن أجزم إن كان قد تم تسليمه أم لا. نعم، لكن يقول خبراء اقتصاديون أن قرار التعويم يتطلب إدارة فاعلة للسياسة النقدية تخفف من الآثار السلبية المترتبة عليه، وهو ما تفتقر إدارة البنك المركزي في الوقت الراهن لأسباب كثيرة. كيف سيتعامل البنك وأيضا الحكومة مع التأثيرات المحتملة لهذا القرار؟ أنا أؤكد بأن هذا القرار هو تحصيل حاصل لما هو موجود في السوق، وما كان منذ فترة كان قرار رسمي 250 لا يتم العمل به منذ فترة طويلة، وبالتالي جاء هذا القرار كتحصيل حاصل، ولا أتوقع أن تكون له آثار سلبية على الأقل خلال الفترة القصيرة الأولى. إنما يعتبر تماشيا مع الواقع دكتور، يعني هو ترك الأمر وفقا لآليات العرض والطلب، وأيضا تماشيا مع الواقع. نعم، تعويم العملة يتم حينما لا تستطيع الدولة أن تواجه يعني الطلبيات الكثيرة على العملة الأجنبية، وهذا الأمر قد وصلت إليه حكومتنا منذ فترة طويلة، ويرجع سبب ذلك كما تعلمون إلى استنزاف
الاحتياطي الذي كان يساوي اجمالي 5.2 مليار، وكان يخص الحكومة 4.6 مليار دولار من قبل الميليشيات. بعد أن انتهى الاحتياطي في البنك المركزي في عندما كان في صنعاء وتم نقل البنك المركزي إلى عدن، أصبحت الحكومة حينها كان يفترض أن يتم تعويم العملة حتى يتم وضع آلية لمقابلة الواردات مع إمكانيات العملة المتوفرة من المغتربين وغيرها، لكن تأخرت هذه العملية وتم إصداره الآن، وهو عملية تحصيل حاصل. السعر السابق الذي كان مثبت لم يكن يلتزم به لا البنك المركزي في صنعاء ولا البنك المركزي في عدن ولا أي مؤسسة مصرفية ولا صرافين ولا الجمهور، كانت العملية تتم وفقا لسعر السوق. هذا القرار جاء فقط ليعطي صفة رسمية لما هو موجود على الواقع. نعم، لكن أي يعني قبل أن يصل الحال إلى ما هو عليه دكتور ويتم الإعلان عن قرار تعويم العملة، أين هو دور التحالف العربي من ما وصل إليه الحال المالي في البلد؟ بل أن هناك شكاوى من قبل البنك أن هناك أيضا بعض العراقيل تفرض من قبل التحالف. قرأنا كما قرأتم بأنه تم تأجيل أو تم يعني عرقلة 13 رحلة للطائرة النقود الواصلة من روسيا إلى عدن بسبب التحالف، وهذا الأمر قد يكون لأسباب فنية وقد يكون لأسباب سياسية. هناك ضغوطات تمارس على الطرفين في اليمن من أجل الإسراع في وضع حلول، ومن ضمن هذه الضغوطات يمكن أن تكون الضغوطات المالية المستخدمة. نعم، إذن أشكرك جزيلا، كنت معنا من عدن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. ينضم إلينا الآن أيضا من عدن الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد. دكتور يوسف مساء الخير. مساء النور، أهلا بك دكتور يوسف. يأتي قرار تعويم سعر العملة في ظرف دقيق من عمر الأزمة اليمنية القائمة، ما هي التأثيرات المحتملة لمثل هذا القرار؟ الواقع أولا أن تعويم سعر الصرف في اليمن هو تعويم بدأ مع الإصلاحات الاقتصادية في عام 1995، لكنه كان تعويما مدارا وصاحب الإصلاح سعر الصرف والتعويم إجراءات وسياسات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبالتالي الآن ما يحدث لسعر الصرف في ظل عدم وجود تعاون وسياسات مشتركة مع هذه الجهات سوف يكون له مؤكد آثار كبيرة. أشياء أقول لك أن سعر الصرف يعتمد نوعه سواء ثابت أو معوم، يعتمد على دور أو نظرة الدول في طريقة وأسلوب التعامل مع مواردها النقدية. لكن سعر الصرف المعوم دائما كان يأتي في ظل ضغوط محلية ودولية، ضغوط اقتصادية. فعام 94 كانت الأزمة في أوجها وتم إصلاح السعر والعملة في ظل هذا الوضع. الآن نحن نعيش أوضاع شبيهة، لكن ما يحدث أنه عندنا الأوضاع الاقتصادية متردية، المستوى المعيشي وقيمة العملة في انخفاض مستمر، البنك المركزي لم يدافع عن عملة محددة أو عن مستوى سعر أو مستوى التأشيري لسعر العملة خلال هذه الفترة. نعم، وفي ظل هذا الواقع ما هي التأثيرات يا دكتور؟ أنه البنك المركزي ظل مراقبا لسعر الصرف. نعم، الآن يتحدث حول تعويم العملة، والمقصود بتعويم العملة التعويم الكامل للعملة. الآثار المتوقعة أنا أتكلم هنا كمحايد. نعم، كاقتصادي محايد. الآثار المتوقعة أنه أولا يمكن أن تتضرر أسعار الصرف الجمركية وبالتالي الضريبية، وترفع من مستوى الاستهلاك أو مستوى الأسعار، المستوى العام للأسعار. الجانب الآخر أنه هناك حالة من القلق وعدم اليقين، الناس كانوا ينتظرون من البنك المركزي وعلى الأقل أن يدعم سعر الصرف
ويمارس سياسة متماسكة تجاه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد. لكن البنك المركزي خلال هذه الفترة لم يستخدم أي أداة من أدوات سعر الصرف، أقصد من أدوات السياسة النقدية، لمواجهة مشكلة سعر الصرف والمتغيراته. ظل يشهد ويراقب من بعيد وكأنه لا يهمه الأمر. هذا دليل على أن البنك المركزي بوضعه الراهن غير لا يستطيع أو غير قادر على مواجهة المشكلة الاقتصادية والمالية في اليمن. أنا أتكلم عن سياسات تؤدي إلى تهدئة السوق. هناك عامل نفسي وعامل اقتصادي. الآن الاقتصاد هنا في مقبل يعتمد على العوامل الخارجية، وبالتالي في ظل هذا البيئة المضطربة يأتي قرار البنك المركزي بتعويم العملة. هل باعتقادك هذا القرار يا دكتور ذلك سياسات نعم دكتور للمواجهة الأثر المتوقع؟ أنا متوقع، أنا أختلف مع زميل الدكتور حلبوب، نعم، إنه لا ليس هناك أثر. هذا هو نظره، لكن أنا أتوقع إنه الأثر حتى في ظل الوضع الراهن أو المستقبلي سيكون له أثر كبير على المستهلكين وعلى النشاط الاقتصادي وعلى عوامل الإنتاج، لأن البنك المركزي ظل خلال الفترة الماضية محايد في سياساته ولم يستطيع أن يمارس أي سياسة نقدية منذ سبتمبر 2016. هذا دليل على أنه لابد أنه لمواجهة المشكلة النقدية يحتاج البنك المركزي كان إلى مجموعة من السياسات تترافق معه قراره تعويم سعر الصرف. نعم. طبعا في البنوك التجارية الآن الأسعار الصرف يتعاملوا مع سعر المقاصصة وسعر الكاش وسعر للآجل بشيكات، لكن هذا دليل على عدم اليقين وعلى حالة الاضطراب في سعر العملة وتدهورها المستمر. نعم، لكن دكتور باعتقادك يا دكتور هل تسمعني؟ دكتور نعم، باعتقادك هل سيقود هذا القرار إلى موجة ارتفاع في سعر الدولار مقابل الريال اليمني، وإلى أين يمكن أن يصل بحسب المعطيات الراهنة؟ أنا طبعا أتوقع أنه سيتحرك سعر الصرف في ضوء هذا الغياب عدم اليقين، وفي ظل أن البنك المركزي لم يستطع الإمساك بالوضع المالي والنقدي بسياسات رصينة، ولم يساهم أو لم يتبع سياسة مع منظمات ومؤسسات الدولية لتهدئة السوق ولمواجهة أثر التعويم، بكل تأكيد سينعكس على ارتفاع الأسعار، وعندنا الاقتصاد في اليمن من السهولة انزلاقه نحو التضخم نحو الارتفاع في سعر الدولار، وبالتالي الطلب سيزداد، خاصة وأن المساهمين في الاقتصاد بعضهم أو ما يطلبون الدولار في اليمن بعضهم ليس لهم علاقة بعوامل الاقتصادية، بعضهم يعني دخلاء على العملية الاقتصادية أثروا ويطلبوا الدولار بقصد خزن أو ضمان خزن القيمة بدل الريال. أنا أتوقع أنه هذا القرار سيؤدي إلى تدهور أو عدم الثقة بالبنك المركزي اليمني ذاته، وبالتالي سيتتبع ذلك عدم الثقة بالعملة اليمنية، وسيزداد الضغط عليها بالارتفاع أو بالانخفاض مقابل الدولار، وبالتالي ستفقد النقود قيمتها شئنا وبينا. نعم. وهذا قرار أعتقد لم يكن صائبا أن يتخذه البنك المركزي في هذه الظروف، ظروف مضطربة، ظروف حرب، ظروف غير مستقرة، في غياب أي تنسيق مع المؤسسات الدولية لمواجهة الأثر الاقتصادي، وبالتالي لاستخدام سياسات أكثر حصافة نقدية لمواجهة وأدوات مختلفة لمواجهة مشكلة التدهور في سعر الصرف. نعم دكتور، أيضا هناك من يرى أنه في حال رفضت الميليشيا لهذا القرار سيكون هناك تأثيرات كبيرة، هل من المتوقع أن ترفض الميليشيا قرار كهذا؟ أي ميليشيا؟ ميليشيا الحوثي والمخلوع. هذا العامل الاقتصادي أصلا البنك المركزي لم يكن مؤثر على الأوضاع المالية في الشمال نهائيا. الأوضاع النقدية في المحافظة الشمالية
واسعار الصرف هناك منفصله تماما، في حين انه رجال الاعمال والكتل الاقتصاديه موجوده في الشمال اصلا، وبالتالي التاثير هناك لا اعتقد لن يكون له تاثير كبير في الطلبات هناك، لانه هناك مشكله اننا عندنا بنكين، مركزي في صنعاء وبنك في علان، وهذا اللي ينكر في هذا الوضع منافق. يعني لو ان البنك المركزي عندما انتقل لعدن في سبتمبر هي بيئه مناسبه وبنيه تحتيه ملائمه لكان باستطاعته ان يقوم بدوره وينهض بدوره اللي كان يؤمل ان ينهضها في مواجهه او في استقرار سعر الصرف وفي استقرار المعيشي للناس. نعم. وبالحفاظ على قيمه العمله. نعم، وضحت الصوره، اشكرك جزيلا الاكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من عدن الدكتور يوسف سعيد. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل الى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي الدكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي كان معنا من عدن، وأيضا أشكر الباحث في الشؤون الاقتصادية حسام السعيدي كان معنا من أنقرة، وشكري أيضا ليوسف سعيد الدكتور والأكاديمي والخبير في الاقتصاد كان معنا من عدن. مشاهدينا ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.